السلام عليكم، معكم محمد نصيف، محاور باحث في الكتاب المقدس الرد على المصريين الفشلة مما يعتقدوهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كنت ماشي في الشارع فوجدت ولد نصراني جالي إشعار على الكلاب هاوس، فتحت التليفون لقيت جالي نصراني بيرد عليا وبيقول لي: محمد يا نصيف، أنت ليه ما بتحبش المسيح؟ طبعا السؤال بالنسبة لي صدمة وأنا ماشي في الشارع، فبلا شك ان انا مش محضر اصحاح وعدد وسفر كذا بالاسم، لكن عندي الايه؟ العلم الذاكري بالاستدلالات اللي انا بستدل بيها يعني. لكن اقدر ان شاء الله اجيبها لكم في المونتاج. تعال نسمع ايه الحوار اللي دار وانا ماشي في الشارع، وايه اللي حصل مع الواد اللي عارف يجاوب على كل حاجه، وهل جاوب على كل حاجه ام لا؟ طيب، ولا انت ما بتحبش مش انت اللي انا المسيح؟ جبت لك؟ ما بتحبش مش انت المسيح؟ اللي انا جبت؟ اسمع حلو بقى، اسمع السؤال. اسمع. لا 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 لا، ثواني، عاجبني قوي السؤال ده، اه خلوه كده، اصبر كده يا يوسف. يوسف صح، اصبر كده يا يوسف واسمع الاجابه. بيقول لي: مش بتحب المسيح؟ والله ان كنت تقصد نبي الله عيسى فهو بمزاجي ولا غصب عني تجراسي، وان كنت تقصد يسوع الاناجيل فهو ملعون، نجس، خروف، مقبور، معرى، مهان، مسحوق كما في سفر إشعياء، مسحوق، محتقر من الناس فلا أحبه. أحب مين؟ أحب من يعني انت صار بتحبش لعنة يسوع، بتحب يز... ما ونجاس. بتحبش ما يسوع. اسمع عشان تاخد، أنت فاكر كده أنا خلصت إجابة؟ اسمع عشان تاخد باقي الإجابة. اسمع، ما انا سمعت هتسمع خلاص، ولا انا مش محتاج اكتر من كده. انت شوفوا لا، شوفوا ما لحقوا؟ تعرفش طب يسوع، أنا ما كملتش نص دقيقة محدش وما يعرف، لحقتش محدش يعني. يعرف، عشان انت ما تعرفش المسيح الا بيسوع. انت تؤمن ما تؤمنش بيسوع، يبقى انت ما سيبك تعرفش من المسيح. اللي انت اللي هبد اللي انت بتقوله ده، ايه علاقته باجابه سؤالي؟ دي النقطه واحد. النقطه اتنين، انت ليه ما انتظرتش اما تاخد باقي سؤالي؟ ما لحقتش ليه يعني؟ اصبر اصبر، لسه التقيل جاي ورا. انت فاكر كده خلصت؟ لا، اصبر اصبر. مش اما عايزك بس التاني الخطبة تطول بس يعني. لا يا حبيبي، ما بتطولش، بس لو صبرت على نفسك ما كملتش نص دقيقه. الخطبه دي بتلاقيها لما بتروح تسال سؤال لقس، ولا والله انا عارف، انا بقول لك ايه، ما يعني بيقعدش يجاوبك ابدا بخط مباشر الا انت هتدخلني، ولازم. هتطلعنا يا من ابني الموضوع، اصبر يا ابني اصبر يا هتطلعنا من ابني الموضوع اللي احنا اصبر، بنتكلم برضه فيه. مقاطعه يا اخوه مسلمين. يا ابني اصبر يا ابني اصبر، لا حول ولا خد قوه راحتك الا يا بالله. مولانا في المهم، الخطبة، احنا قاعدين سامعين، احنا عايزين نسمع الخطبة. الناس بتقول اقفل لي المايك الخطبه. يا يوسف بعد إذنك، وما تفتحش المايك إلا باستئذان مولانا. لو ما لو تعدى تاني نزله على طول. انا اضطهدني ليه والله يعني؟ والله سؤاله عجبني يا جماعة الخير. انا مش لحد دلوقتي مضطهدك ما يا عم جاوبتش. ولا حاجة. ليه يا يوسف؟ ده انا بحبك يا يوسف. ليه كده طيب؟ بس انت ماشي داير توزع بحس، محبة، طب انت بحس عند داير الرب توزع بيقول له محبة انت. بحس بلغتك، لا لا، بلغتك كده غلط غلط، ان انت كارهني، مع اني بحبك. لأن محبة العالم عداوة للناس. اسكت لا لا، اسكت، من جاء هكذا احب بهذا الله، بغير هذا هكذا التعريف احب الله فلا يحب العالم حتى الله. بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن. شيل كلمة تعالى العالم، تعالى تعالى، ممكن شيل تسكت؟ كلمة العالم وحط اسمك. هكذا حلو احب قوي، الله ممكن يوسف تسكت؟ حتى بذل ابنه الوحيد. يوسف انا مش قلت لك ما تفتحش المايك تاني والشيخ محمد بيتكلم؟ بعد اذنك يا عم اهو، بس بس شغلانه شغلانه. تعالى لاخر نص، انا عارف هو بيجي لهم حرقان لما العبد لله بيمسك المايك. ناخد اخر نص: هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. بالله عليكم، في حد عاقل يعمل كده؟ لا لا لا، في مجنون يعمل كده؟ في نص يقول ايضا نفسه: هكذا احب الله العالم الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا. نفس تفسير النص. لو جبت مجنون رسمي نظمي فهمي ماشي في الشارع قول له كده: عايزين نقتل ابنك علشان خاطر نقتل البشرية، يقول لك: يا عم فكروا شوية يا عم، ما تغفروا للبشرية من غير ما تموت ابنك، ما تغفر للبشرية من غير ما تسحل ابنك، ما تغفر للبشرية من غير ما تقول على ابنك خروف، ملعون، نجس، محتقر، مخذول من الناس. يعني انت ما تقدرش تغفر للبشريه لما تعري ابنك وتخلي الرومان يلعبوا على لباس قرعه؟ يعني كل شوف، سايب كل حاجه وقاعدين يلعبوا على لباس قرعه. طب يا عم البس، العبوا على حاجه حلوه، العبوا على حاجه حلوه. يصبر يصبر، يسمع النص اللي طرحه، النص اللي طرحه يصبر يسمعه. لا، دريبن 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 دريبن، تعليق تعليق تعليق، يعلق يعلق يعلق، يقاطع اللي بيتكلم.
أنا لسه ما جاوبتش على السؤال بتاع لماذا لا تحب يسوع الأناجيل؟ لماذا لا تحب يسوع الأناجيل؟ لأني أفضل منه، أفضل من يسوع الأناجيل والله وبنص الكتاب. أما نص الكتاب فقال الخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك. اسألوا هو، اسألوا أي مسيحي من هو الخروف في النص ده؟ هيقول لك بكل شراسة المسيح أو يسوع. قل له حلو قوي. في نص آخر يقول لأن الإنسان أو بني الإنسان أفضل من الخروف، كما هو أفضل من الخروف. ظني في رؤيا، لا ظني في إنجيل يوحنا، الإنسان كم هو أفضل من الخروف. أنا متأكد عشان النصوص الكلام يبقى بنصوص. متى 12:12، فالإنسان كم هو أفضل من الخروف. طيب ده أنا ما أحبوش ليه؟ لأن أنا أفضل منه، هو محتقر، أنا مرضاش، هو محتقر عني ومحتقر لفظ كتابي ما جبتش من عندنا، إشعياء 53 محتقر ومخذول من الناس، فهذا المحتقر أنا لا أحبه بل وأرفضه. 2، لماذا لا تحبه؟ أنا لماذا لا تحب يسوع الأناجيل؟ لم أغزى أنا الحذاء بطيع طاهر. أي والله العظيم الحمد لله رب العالمين، الشبشب بتاعي أو الجزمة بتاعتي طهرة. بينما بحسب نصوص الأناجيل يقول فلا تبت جثته على الخشبة لأن المعلق ملعون من الله فلا تنجس أرضك الذي يعطيك الرب إلهك. مين الملعون؟ المعلق ملعون. 2، فلا تنجس أرضك، ده يسوع الأناجيل. أي والله العظيم رجع أي تفسير في النص ده. تدرس يعقوب ملطي يقول إذ كان يجب دفن المصلوب حتى لا تتنجس الأرض، من المؤكد أن موسى كتب هذا بروح النبوة عن المسيح، عن المسيح. لا 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 لا, لا والله، لا والله، هذا ده أرفضه. ده أنا بقول لك ده أنا نعلي أفضل منه. عادي تبت جثته، فلذلك طالما قالوا إيه ده أقول له لأ، النصوص والأدلة والكلام بدليل مش اختراع. تفسير تدرس يعقوب ملطي ولا أنطونيوس فكري؟ استنى ما نشوف. بسم الله. الصوت عندك واضح يا شباب؟ الصوت عندك واضح, واضح يا شباب؟ لا مش ملطي، فكري. هو معاذ حطها، استاذ محمد معاذ حطها على الصوره بتاعته. الشاهد من الكلام كله، من الذي صار ملعونا ونجس؟ تنجس ارضك اذا كان يجب دفن المصلوب حتى لا تتنجس الارض، من المؤكد ان موسى كتب هذا بروح النبوه عن المسيح. ايوه، الذي بدفنه حمل اللعنه والنجاسه، وكان بالبذره التي دفنت لتأتي بثمر كثير. ومن الناحية الصحية يجب ترك الجثة حتى تتعفن. ده موضوع تاني، ده موضوع تاني هيخش من النجاسة. إذن أنت تعترف بصلب المسيح بكده، أنت بتعترف بصلب المسيح. أحسنت. شكرا. أرد بقى ولا هتقاطع؟ سيبوه أرد ولا هتقاطع؟ ما قطع ايه؟ انت بتتكلم بقالك نص سنه مش مسلم عشان تقول لي خطبه. حاضر اقول كلمتين وارد عليك، لكن انا مش فاضي، انا عايز انام. مش فاضي اجري العب بعيد، بلا مش فاضي تعمل لي فيها مهم، اجري العب بعيد شوف لك حته ناشفه. نرد على الحته الاخيره دي، بيقول لي انت بتعترف بصلب المسيح. والله ان كان الكلام بكتابكم اقرار فده كانك بتقول ان كل ابائك ولا علمائك اللي بيتكلموا في الاسلام كل ما بيقراوا نص يبقى بيقروا بيه. لا ما فيش الكلام ده، انا بستدل عليك بما تؤمن بما تعتقد، ما تقوليش بقر، لان انت عارف وانا عارف ان انا من الاول خالص برفض هذا المصلوب، فلذلك بشرح لك برفضه ليه. يطلع بالعرف يقول لك اذا انت تعترف. لا يا راجل، لا يا شيخ، فتشني فتش. اتفضل. هو مش سؤال وجواب ولا ايه؟ قعدنا ننادي عليك التنايم اهو. هو مش سؤال وجواب؟ لا، جواب وجواب. Thank you.
مقطع هو. مش عارف عندنا بيقطع ولا ما عندي يوسف عند يوسف مقطع بيقطع يا جماعه حد يعمل كتمه يا جماعه يوسف تحول لراجل مسك المايك ما بيسيبوش يعني هو منه ولا ايه تحول لراجل آلي يوسف طب يا جماعة مش هتمشوها سؤال بسؤال ولا ايه الله المستعان طيب الاخوة ادي الرابط برضو اهو هل مات الله ام لم يموت خشوا ادخلوا الرابط ده في ان الرب مات فالله المستعان الله يرحمه الله يرحمه ومش ده بتاع سمعت الناس يقولون أمات الله أم لم يمت هو أيوة يا للجهل إن الله مات ليخلصهم وهم ما زالوا يتساءلون مات أم لم يمت الله البقاء للأقوى يسري كاتب البقاء لا لا ده عندهم البقاء للأقوى يا فندم معركة البقاء قول لي البقاء أنا كلمة الصليب يوسف يا جماعة صورنا والله صورنا حلت عليه روح حلت عليه روح ايوه ايوه حصل صح ماشي يا يوسف ماشي مين بقى مين يا يوسف اللي سرق الجبنه ايوه وبعدين بقى وبعدين مين اللي خطف علبه الجبنه بقى بعد اللي انت قلته ده كله يعني فين المكوك فضائي يعني ولا ايه ده اللي انت بتعمله على حد غير انا اللي انت ايه ايه بيقول ايه ده اخرج ادخل تاني يا يوسف اخرج ادخل تاني يا يوسف يوسف لو سمعنا اخرج وادخل تاني عشان صوتك مش باين خالص بيت البدايه في حياتك يا حاج بس في مين في مين في اكبر كبير ربهم الاعلى انت تعرف في كتاب اسمه تاريخ الفكر المسيحي عارف اللي مين اسمه ايه تاريخ الفكر المسيحي للدكتور القصه الدكتور للدكتور القصه اسمه ايه جرجس فلساوس نسيت اسمه لا ده كتاب مشهور قوي عندهم بيحضر منه تدرس يعقوب ملطي وانطونيوس فكري اسمه ايه تاني كتاب؟ الدكتور حنا الخضري حنا جرجس الخضري ايه المهم حنا جرجس الخضري ده يذكر ان اظن اثناسيوس واحد اكابر العلماء عندهم في القرن مش فاكر الثالث الرابع حاجه زي كده كانوا يقولون أن أحد الأقانيم الثلاثة يتألم ودي اسم عقيدة كان اسمها عقيدة تألم الإله هو أن أقنوم من الثلاثة باللفظ كده هو كاتب كده أي جدع يا محمد محمود حنا جرجس الخضري قال مولانا عقيدة مؤلم الآب لا 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 مش عقيدة مؤلم الآب عقيدة مؤلم أقنوم الإبن خدت مؤلم الاب دي اسمه ايه هرطقة سابيليوس دي مش ده هرطقة سابيليوس لا عقيدة مؤلم الابن قال لك عقيدة كانت سيرة عقيدة ارثوذكسية ان الاقنوم بنتكلمش عن نسوت طبعا بيتكلم صح 100% وده الكلام المسيح الارثوذكسي ايمان ارثوذكسي لا غش فيه طبعا اللاهوت اتعلق على الصليب واللاهوت دخل القبر وده الايمان الارثوذكسي انما الكاثوليك بينادوا بقى بالطبقتين هم الشيتين فلذلك بيفصلوا الطبيعه اللاهوتيه عن الطبيعه البشريه وقت ما كان يسوع على الصليب انما الايمان المسيحي الارثوذكسي اي نعم طبعا اللي تعلق على الصليب اقنوم الابن كامل
ما هو ما جابش حاجه جديده، ده الطبيعي في العقيده الاساسيه. لا 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 لا، بص ركز معايا في الكلام الله يرضى عليك. احنا ما بنتكلمش الان على ايه، على الصلب، ما بنتكلمش على الصلب. هم ماشي على الصليب، كان الـ الـ الابن ما فيش مشكله، ما بنتكلمش على الصلب. انا بتكلم على الالام الواقعه على اقنوم لاهوت الابن. حد من عندك حد قصه قالها كده باللفظ ان لاهوت الابن تألم؟ ما هو لو عندك حاجة. حكيم لا هو في حاجه، بس هو العقيده المسيحيه بتقول ترك لاهوته لحظه نهضر طرفه عين. الكلام ماشي، لا لا الكلام ده ما عنديش مشكله فيه، ما اقصدش كده انا. بالتالي قبره اللاهوت، اللاهوت قبر. طب ما هو اللاهوت قبر، بقول لك اللاهوت لا يموت، المفروض قال لك اللاهوت لا يموت. تمام، فكيف لا يموت وكيف قبر مع الجسد؟ تمام، ما بتكلمش على الصلب، انا بتكلم على الالام الواقعه على اقنوم لاهوت الابن. حد من عندك حد قصة قالها كده باللفظ ان لاهوت الابن تألم؟ حد بيغرق، حد بيغرق، حد بيغرق، حد بيغرق. يوسف يوسف ارموله العوامة بسرعة. حد بص حاجة نصيب. هل لو انت اتجرحت روحك هتشعر بشيء؟ المفروض تتألم طبعا الروح. ايوه مش الروح تتألم. الله اكبر. مركز التألم ده بيجي من ايه؟ اعصاب معينه بتوصل لحد المخ والقلب، فمخ والقلب ده فين؟ ما هو في جسد الانسان. لا يعني اقصد اللي بيشعر بالوجع الجسد الانساني عشان خاطر ولا الروح، يعني الروح هي اللي بتشعر بالوجع المادي ده، ولا الوجع ده بيبقى روح باسم؟ لو مفيش روح مش هيشعر بالالم اصلا. انا عارف. ايوه لو هو ميت، تخيل هو ميت مفيش روح هيشعر بالالم؟ احسنت تمام. لو قالت السيده اسماء ما يدير الشاه سلخها بعد حلو الحاج لورد وصل. انا عايز اقوله طيب، كيف كان النسود في القبر وكان ممتلئ باللاهوت الذي هو خالق الوجود؟ تمام، وكيف لم يتأثر بالموت؟ يعني كيف لم يتأثر بالموت اللاهوت؟ تمام، بينما هو في القبر مفروض اللاهوت ده هو خالق الوجود. تمام، فازاي ما تأثرش بتبعيات الموت وتبعيات الصلب؟ تمام، ودخل القبر مع الناسوت حسب العقيدة الأرثوذكسية. يعني هتيجي ازاي يقول لك لم يتأثر هو دخل القبر اللاهوت لكن لم يتأثر بالموت، هو تعلق على الصليب اللاهوت لكن لم يتأثر بالوجع. تمام، طيب لو جينا قسنا على المثال السابق بتاع الوجع هتشعر به النفس البشرية، لأن النفس البشرية أساسا هي نسمة الحياة اللي في الإنسان. لو هو ما عندوش النفس البشرية دي، ما عندوش الروح والحياة دي، تمام، مش هيشعر بالألم من أساسه. طب كيف بقى هو مات في القبر، تمام، بينما هو ممتلئ بالحياة وممتلئ بالوجود؟ نعم، لا لا كلامك صحيح. انا بس يا رب الاقي في نص جايبه اهو. السلام عليكم، بيجي لي مئات الرسائل. السلام عليكم، اذا اعجبك الفيديو يا ريت مشاركة الفيديو على الفيسبوك ومجموعات الفيسبوك. طب لو انت شايفه على اليوتيوب بيشاركه على منتداك على اليوتيوب وقنوات اليوتيوب. الناس اللي بتشتكي لي من عدم وصول البث المباشر ليهم والفيديوهات اول باول في اليوتيوب والفيسبوك، لازم يعمل اللي جاي ده ضروري جدا. تعمل في اليوتيوب اشتراك، بعد كده تفعيل الجرس للكل، وكذلك في التليفونات نفس النظام، شاهد الفيديوهات كلها من هنا والبث المباشر من هنا. طيب الفيسبوك لازم تعمل ده برضو، في الفيسبوك تعمل اعجبني، وبعد كده تعمل اعجبني مره تانية بيطلع لك القائمه دي، خليها المفضله، وبعد كده المحتوى خلي قياسي، الفيديو كل الاشعارات، فيديو بث مباشر كل الاشعارات، بعد كده تحديث، كده الغالبيه العظمى من الفيديوهات فيسبوك ويوتيوب هيوصلك اشعارات جديده بيها. طيب الناس اللي كلموني على دعم اعلانات ومحتوى القناه والصفحه، ادي بيبال من هنا والباتريون من هنا، وفي الفيسبوك نفس النظام، وهتلاقي في كل في اليوتيوب والفيسبوك في التعليقات لمن اراد دعم القناه والصفحه. تليجرام
محمد نصيف المحاور، وانستجرام محمد نصيف برضه المحاور، وكذلك تويتر. ولا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا.